عليكم عشيتكم مبروكة، مرحبا بالعائلات الفاميلات، مرحبا بالبوبليك، مرحبا بالعائلة الأولى، عائلة شقار، هذا ما كان عائلة شقار، والعائلة الثانية اللي جات للمرة الثالثة عائلة شريف، عائلة شريف، وما ننساوش القفة اللي فيها 100 مليون، واللي نحبهم ونموت عليهم الفكارن ديالي بابا وماما فكران، واللي نموت عليها ونحبها أوف وما نقدرش نعبر الإحساس عليها المديرة. بيان سور الكونترير اللي قلت لكم. أسامة مرحبا بك. مرحبا بك خويا مهدي. ألو أنت جيتنا من العاصمة. من العاصمة بصح منين بالذات؟ من القبة. من القبة. من القبة. شكون جيت وجبت لنا شكون؟ العائلة. العائلة، شكون أمل؟ دونك أمل هي أمي، الأم تاعي. الله يبارك، واش هاكي؟ مرحبا بك. ربي يخليك. تشبه لها. والله غير صح. الله يبارك. سارة. دونك سارة الأخت تاعي. باينة. ورقية. رقية خالتي وفريدة خالتي. الله يبارك لها فريدة، مرحبا بك رقية. صافا؟ صافا طري بيان. راكم معولين؟ تو باس بيان إن شاء الله. واعرين هذا. آه مبالية سي لا تروازيام فوا. الله يبارك 5 أسبوع. نحاولوا نحاولوا. وحنا 7 و4 لبات. يا خويا مالا ورينا شطارتك. ان شاء الله يا هذا واش جبت لنا؟ راني شوف جبت لنا بون، جبنا لك ان بتي سو جيست، ان بتي سوفينير. سي لو دونك العائله الام تاعي والخاله تاعي عندهم بتيت انتربريز تاع ديكوراسيون دي فات تراديسيونيل. دونك جبنا لك ان بتيت توش هكذا تقليدي. تقليديه. اه سي جو وزوج دريكات. هاك وهلا يا الله يبارك. هذا هذا نويفخ 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 ولد النافخ. فوالا ولد النافخ. الله يبارك. الله يبارك. هذه من صنع يدي وحياة عيني. يا العمر يا عمي يعطيك الصحة. جيبي شوف. اه وي تخي تخي صفقوا عليها يعطيك الصحة. عائلة شادي المرحلة الثالثة، ماشي المرحلة، المرة الثالثة. المرة الثالثة. ولفت المراحل. مرحبا بكم، جيتوا من تلاغما من ولاية ميلا وراكم معولين على 100 مليون. إن شاء الله. زوج مرات وانتوما هكذا تتعنكشوا الله غالب ما لحقتوش. زكريا شكون؟ ولد عمي. عبد الملك. ولد خالي. حمد. ولد عمي. كوميرسون. وسي فتح. نسيبي. الله يبارك. هيا راكم واجدين؟ واجدين بربي إن شاء الله. وربحتوا المرة اللي فاتت 4,360,000، هادو ليكم ما تخافوش ما عادش نحول لكم. خويا محسن وأسامة المرحلة الأولى. أسامة هاد ليليغونس نتايا صحفي جورناليست. ألا وين جورناليست؟ جورناليست في مجموعة من المواقع الإلكترونية حالياً. اطمح الى تجربه اذاعيه تلفزيونيه ان شاء الله. اذاعيه ولا جربي تلفزيونيه ان شاء الله يا رب. ولا كانت هذه التبياش هذا لا بوشيت منيش مهدي. لا هو علاش ماشي وعلى من حقك وعلاش او بلوس راك جربي تيلي جينيك. المديره قالت لي قالت لي شباب ولا لا لا قالت لي والله غير لي تيلي. قالت لك الله يبارك باش تقول لك المديره الله يبارك غير حق. انا نقول لك احتياماتنا. كون تشوف واش تقول عليا ما خلات لي الخنفوس ما خلات هكذا مهديه. ما تعرف تدخل للدار العشيه نبكي. معليش ماشي حق عليها. ايه السم محسن انت مازلت تحوس على خدمه؟ مازال. اه انا نجرو. راك تجري بصح تجري ودير وسي الفوتي. واش دير روحكم؟ اسامه محسن اذكر حاجه تنسبها الى المجهر ميكروسكوب. لابتوب. قالوها ولا ما قالوهاش 100 من الناس؟ النمله. 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 100 من الناس قالوا النمله ولا ما قالوش؟ ما قالوش. استناو استناو انا رايح قلت لك اليوم راك مقلق. زكريا اذكر حاجه تنسبها للمجهر ميكروسكوب. اللقاط. ايه؟ اللقاط اللي يهزوا اللقاط اللقاط اللقاط. 100 من الناس ما ذكروهاش، عندك الحق بصح ما ذكروهاش. امل. لا لوب. لا لوب. لا لوب. لا قالها ما قبلوهاش. اذكر حاجه تنسبها الى المجهر، تفكروا المجهر الميكروسكوب. جراثيم. الجراثيم. الجراثيم ذكروها 100 من الناس في الجراثيم البكتيريا قبلوها. تفضل اسامه قبلت المجهر. المجهر
المجهر واش ما ولا اذكر حاجه تنسبها الى المجهر الميكروسكوب احمد المنظار هذاك المنظار المنظار قالوها 100 من الناس ولا ما قالوهاش لا سي فاتح ميكروسكوب حاجه تنسبها للميكروسكوب ولا حاجه تفكرك في الميكروسكوب كاين 100 حاجه يجيني في بالي اون بير دو سيزو المقص مقص اون بير دو سيزو تشاوروا عائلة شقار محسن مجهر ميكروسكوب الكريات الدموية الكريات الدموية الكريات الدموية الكريات الدموية هاي المديرة وسعت وسعت قالت لك الخلايا الخلايا باسكو تقدر تشوف الخلية سي زكريا اذكر حاجة تنسبها للميكروسكوب المجهر ديليون ديليون فوالا ديليون 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 لا لا فهمت واش حبيت تقول مي لا فريده ميكروسكوب تفكروا الميكروسكوب حاجه تنسبها للميكروسكوب لابوغاتوار ولا تفكرك في الميكروسكوب لابوغاتوار لابوراتوار لابوغاتوار العين لابوغاتوار لابوراتوار اسامه عندك لابوغاتوار واش عندك العين ولابوراتوار واش تقول انت نقول لي سيونس العلم العلم هذه هي اجابتك؟ لا لا استنى دقيقة نخمم شوية خفت يدور عليك المخبر هي اجابتك المخبر 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 قالوها 100 من الناس ولا ما قالوهاش؟ ممكن ما على بالناش دوك نشوفوا 100 من الناس إلا قالوا مخبر المخبر لا ما قالوش المخبر واش قالوا؟ أحجام صغيرة حوايج صغار يا أخي التحاليل لي زاناليز ما كنتوش بعيدة التجربة يا أخي نديروا تجربة العلوم العلوم كانت عندكم ولا بيولوجي علم البيولوجيا علم هذاك تاع لو موند هذا يا صغير بون 26 ميكروسكوب ها جبتوا حتى انتوما نقاط ميكروسكوبي سي زكريا وجد روحك مع امل المرحله الثانيه مرحبا بك وبيك امل انت يا جوستومون ديري ديكوراسيون تاع الاعراس التقليديه وليدك يزيد يانيمي وخلاص ولا يغني ولا غني لهم وخلاص زكريا انت ماشي متزوج شحال في عمرك 26 26 او تخدم اتيديون فاش اون اوبتيك اون اوبتيك مقبيز ما شفت والو بميكروسكوب ما شفتش ان بو لارج تري لارج وش ضاحك وش ضاحك واش هما الالعاب سمعوا مليحه وسهله اللي نجوز بها الوقت على شط البحر العاب فيديو العاب فيديو مديره نلعبوا لي راكيت جينيرالمون راكيت لي راكيت لي راكيت قالوها 100 من الناس ولا ما قالوهاش 100 من الناس انت مقبوله تفضلي تفضلي امل تفضلي ساره وش هما الالعاب اللي نجوز بها الوقت على شط البحر لعبه طائره كره طائره الفولي 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 يعني في البحر لعبوا كاين شيء دي جو اللي لعبوه في البحر كره الطائره راكم له رقيه فوت الفوت اه يبعثوا لك البالون على راس الفوت لا فريده في البحر وش هما الالعاب اللي نجوز بها الوقت برمل برمل يقصر برمل برمل 100 من الناس قالوا نلعبوا برمل بناء قلعه قبلتها لك المديره اوكي اسامه لعبه نلعبوها في فرمل لا 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 واش هما الالعاب اللي نجوز بها الوقت على شط البحر على باليش لا امل واش هما الالعاب اللي نجوز بها الوقت على شط البحر نلعبوا الدومين دومين بالك كنت تهضر دومين قالوا 100 من الناس ولا ما قالوش دومين قالت لك بالك اي جايتك نتايا بدات اشاره قلت لك شكراتك دوك دارت عليك ساره ضمه لعبوا الضمه رانا في البحر في الشط الضمه لا تشاوروا عائله شهد قيه هاكي في البحر هاكي في الشط واش من الالعاب اللي تلعبي بهم ايا يا بطيتي بزاف 78 نقطة تقدروا تجيبوهم سي فاتح اذكر قعدوا زوج اجابات وش هما الالعاب اللي جوز بها الوقت على شط البحر لعبوا بلي كوكياج كوكياج
لعبوا كيما واحد يهز واحد بلونجي واحد هذا يبلونجي هكذا يديروا لك يديروا هكا يديروا جو دو كارت جو دو كارت نلعب الاوراق جو دو كارت جو دو كارت تلعبوا الكارطة محسن 100 من الناس في قسنطينة بسكرة العاصمة وهران الكارطة 90 نقطة سي فري لعبوا الكارطة في البحر سي فري وزادوا قالوا 100 من الناس الشطرنج جو دي شاك ماشي الضمة لا الضمة لعبة واحد لعبة والشطرنج بون كاين بزاف مالوغوزمون يديروا لا ديفيرون كاين اون ديفيرونس جو دي شاك و جو دي بون 116 مازال ما بديتوش بصح سارة ورقية تقدروا تعاودوا تطاطوي وتربحوا سارة كي واجدة الإجابات مطلوبين في زوج مع عبد الملك المرحلة الثالثة مرحبا بكم الو سارة واش ديري انت يا طالبة السنة الثالثة ليسونس في جامعة الدار إبراهيم تخصص محاسبة ومراجعة محاسبة ومن بعد تروحي العشية غير تكملي تروحي بيان سور انت تشدي لها لي كونت انت تشدي شوية تبداي تعلمي وخلاص مليح الله هذه هي شركة وتقدروا ديروا حوايج بطبع عليه شوف سي تخي جولي تخي جولي انت عبد الملك انت يلا هاكا متابع هاي هاو جا الكوليا وجا السي سي بي وجا هذا دوكا غير الغراي اه راحوا ل واش دوكا غير الغراي ايا غير الغرامة ايا كي يشوفك الصباح خلاص سي بون سي بون تري بيان ايا واش روحك سي عبد الملك انت متزوج؟ ايه عندك شحال عندي طفيل طفيل اوكي جدي روحك سارة انا وجدت ها وجدت خلاص وجدتي روحك ما تقلعي نجمك والاجابات هنا مضروبين في زوج اذكر حوايج يقلقوك يديرونجيوك في الخدمه سقسيها بزاف اسئله سقسيها واحد يسقسوا بزاف 100 من الناس سقساو 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 ولا ما سقساوش في بسكا في قسنطينه الهضره بزاف ما قبلتها لك المديره صراخ العيار صراخ صراخ الصراخ الصراخ ما قالوهاش معليش تفضلي ساره ما قالوهاش سي احمد اذكر حوايج يديرونجيوك في الخدمه كوبير تاع الكتريسيتي بالك كوبير تاع الكتريسيتي قطعوا الكتريسيتي ايه سي نورمال انت راك تخمم سيبر كافي قطعوا الكتريسيتي ما ذكروهاش 100 من الناس سي فتح اذكر حوايج يديرونجيوك يقلقوك في الخدمه كي نعود نخدم لو ديرونجمون جوستومون الحس كي نعود نخدم ديرونجمون عائلة الشقار محسن اذكر حوايج يديرونجيوك انت في الخدمة كي ما تمشيش الخدمة كي ما تمشيش الخدمة تسمى خدمة حابسة حابسة خدمة حابسة المديرة قالت لك واش حبيت تقول وضح ما فونسيناش بار اكزومبل حنا رايحين نخدموا حاجة وحنا ما مشيناش ما فونسيناش مديرة ما فونسيناش ما افونسيناش كاع ركولينا لا فريده نعم اذكري حوايج يديرونجيوك ولا يقلقوك في الخدمه الضجه تاع الشارع الضجه تاع الشارع الهارات تاع الشارع لابريسيون الهاتف بالك تليفون 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 اسامه هايا عندكم 830 ماشي بزاف تقدروا تربحوا الضغط 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 لابريسيون الضغط 100 من الناس قالوا الضغط ولا ما قالوش حاجة تقلقك في الخدمة الضغط لا بريسيون لا يا يا ما قالوهاش 100 من الناس واش قالوا 100 من الناس طب إجابة حتى واحد ما لقاها ضبط الوقت الوقت لازم تلق تجي للوقت ويعسوك وعلى بالك دوكا ايدونتيفيون على بالك بالعين عدم توفر الامكانيات ما كاش لي موايان ساعات اضافيه لي زور سوب نقص العمال انت وحده كيما انا وحده راني نخدم كلش نجي ليكم مادا بيا عندي دوزيام واحد يخدم ادرو والنظافه كاين بزاف شركات ما كاش فيها النظافه سورتو هذيك الجهه اونفا 154 نقول لك حاجه رقيه دوك تسلكيهم ضب راسك وشنو سينو الحلفه في ظهرك شتي حصلوك رقيه واحمد المرحله الاخيره
وخدوك كيما وعلاش وعلاش اه معليش وعلاش قلت لهم ايه وعلاش رقيه انت قاعده في الدار نعم غيابات ومتزوجه نعم شحال عندك من دراري زوج دراري تفضل الله يبارك فوالا قاعده غير في الدار طيابات مسلسلات تاع وجهي مسلسلات انا مع ولادي هذا ما كان تقابلي فيهم نهار كامل احمد انت ماشي متزوج متزوج عندك دراري تروى الله يبارك يبارك فيك يدوروا في سيبر كافي يدوروا يجوا يجبدوا لك خيو شوي واش نروحكم الاجابات مضروبين في ثلاثه اذكر شحال ساعه اذكر مكان تقدر دير فيه عرس صال دي فات صال دي فات مين من الناس قالوا صال دي فات صال دي فات ماشي طوب اجابه دار دار الدار قالوا لي الدار ما زلت تفضلي انت تفضلوا لا فريده اذكري مكان تقدري تديري فيه عرس في الحدائق حديقه حديقه مئة من الناس قالوا حديقة 126 نقطة تقدروا تربحوا حديقة طوب إجابة صفقوا على لفريدة جارد الله الله أو يا انتبهوا 213 تقدروا تربحوا تقدروا تخسوا أسامة اذكر ما كان تقدر فيه جاراج أه جاراج في جاراج دخلتهم كاع في جاراج عندهم الحق 100 من الناس أمل سطح سطح الله الله سطح يجي حلو في السطح اه 100 من الناس ما كاش في طوب خمسه بالك كاين تحت الله غالب تشاوروا عائله شادي ساره بالك كنت تهضروا ساره اذكري ما كتقدر ديري فيه عرس مطعم ريستورون لا كلاس ريستورون لا كلاس اوه صح في الريستورون يجي بالطبع اون بيس ما تعرضوش بزاف سي فاتح يا ديروا العرس ان شاء الله ان شاء الله نديروا عاود نزول لكم 213 نقطة حبي قلت قعدوا إلى ربحتوا اوكي اذكر ما كان تقدر تدير فيه العرس دون سان اوتيل فندق اوتيل 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 بخيرة واو ما أنت مزوج؟ ايه وين درت؟ في البخيرة بخيرة الله الله يا سعدك 100 من الناس قالوها فندق في الفندق الفندق محسن لوتيل في لوتيل 100 من الناس قالوا في الفندق ولا ما قالوش الا قالوا انتم تقعدوا الا ما قالوش عائله قار يقعدوا معنا هاد العشيه الفندق راحت لكم الجاردة وفي الملعب في الستاد في الستاد مونيسيبال ماشي الستاد لا الستاد مونيسيبال كاين شي مدن يديروا كاين ماما يديروا يقطعوا الطريق وكاين كاين بون هادو طوب اجابات الخمسه كاين واحد اخرين على كل حال مي حنا في هاد لاموش ندو غير الخمسه اسامه نشكروك يعطيك الصحه خويا وان شاء الله نشوفوك في لا تيليفزيون ان شاء الله يا ربي كل يوم مدام امال بون كوراج الى عنده عرس يجوز عند امال هاي تولوا بالطبع والشان على الطريقه الاصيله ساره بون كوراج رقيه ربي يشدك هذوك الوليدات لا فريده مرحبا بك الله يعرفك خير اما حنا نتلاقاو مور لا والله العظيم غير عندكم واحد الزهر يكسر حجر 427 مضرومين في 100 يقولوا 4 ملايين و 270 الف زائد واش ربحتوا اللي المره اللي فاتت بصح هادو ما نحسبوهمش لا لا ما عندكم غير ما تخافوا هادو ديرهم جهه المهم جيبوا 200 نقطه باش تجيبوا 200 نقطه ماذا بكم جيبوا طوب اجابات وطوب اجابه كل وحده واش تجيب لكم وحده تجيب لكم 10 ملايين زوج 20 مليون 33 مليون 400 مليون 500 مليون مهديين من طرف لي كوش بيمبيز وسيفيتال سكور شكون راح يتفضل انا وعبد الملك هايا بدلتوا ليكيب هايا محسن وعبد الملك شكون يتفضل هنا عبد الملك ومحسن يتفضل هنا تفضل هنايا عندك 20 ثانيه خمس اسئله إلا حصلت في وحده قول لي نجوز باش ما نضيعوش الوقت هكذا اخو اوكي بالربح مرة الاخرى عبد المالك أوكي. ما تغيش ما كاتمش طب اذكر حاجه لازم تكون نظيفه باس واش دير كي تنوض دبزه نفك
اذكر وثيقة ما فيهاش صويرة مولاها، اذكر كتاب نلقى فيه أسئلة وأجوبة. باس. واش تخمم كي نقول لك الأهرام للبيراميد؟ اذكر حاجة لازم تكون نظيفة، اذكر حاجة لازم تكون نظيفة. لبسة. قشك. اذكر وثيقة. يعطيك الصحة. هيا نشوفوا عبد الملك المرة الأخرى، اذكر حاجة لازم تكون نظيفة. قشك. قشك. كاين بزاف أمور يقدروا يكونوا نظاف، لازم يكونوا نظاف 400%. واش دير كي تنوض دبزة؟ فوق. فوق صح. لا لا عاد خويا ولا ما فوقش. كاش ما كاين بروبليم نعيط لك. خويا كيفاه؟ اذكر وثيقة ما فيهاش تصويرة مولاها. وثيقة ما فيهاش تصويرة. نقمة 10%. بصح النقمة فيها تصويرة. لا لا ما فيهاش. في الألمان. شهادة ميلاد. اذكر. إي ما عيطت عليا، كنت نهضر معاه، واش بيك؟ اذكر كتاب تلقى فيه أسئلة وأجوبة. بصح سهلة والله، غير هذه سهلة. فواش تخمم كي نقول لك الأهرام بيراميد؟ مصر. أهرامات الجيزة. بالك قالوا السودان، كاين في السودان وزي الأهرام. 100 من الناس 66%. زوج طوب إجابات 20 مليون تقدروا تربحوا. دوك نشوفوا محسن إن شاء الله ما يعميهاش. تفضل. إن شاء الله. محسن خويا، محسن خويا، محسن هيا محسن. يلا خويا هاي هيا خويا، ما قعدتش بزاف. كاين واحد مورسو هكذا تقدروا تربحوا إن شاء الله. 25 ثانية، خمس أسئلة. إذا سمعت هذه الإشارة ما قولي نجوز ولا اعطيني إجابة واحدة أخرى باش ما نضيعوش. بالربح محسن إن شاء الله. هذه المرة الأخرى. أكو أجد. على ربي. طب أذكر حاجة لازم تكون نظيفة. حوايجي. بلاصتي. واش دير كي تنوض دبزة؟ نفك. نقول لابوليس. أذكر وثيقة ما فيهاش تصويرة مولاها. باس. أذكر كتاب نلقى فيه أسئلة وأجوبة. باس. فواش تخمم كي نقول لك الأهرام لي بيراميد؟ مصر. فرعون. يا صفقوا عليه معي. يا. فواش تخمم كي نقول لك الأهرام بيراميد؟ بون هو دوك تشوف، دوك تشوف، دوك كي تشوف شوف. هو قال 20 مليحة. فرعون، نيفرتيتي، كاين. أبو سيمبل. أذكر حاجة لازم تكون نظيفة. القش. مكان. بلاستيك. طب إجابة أدوات طبية. على بالك واحد يروح عند دونتيست ولا عند طبيب، لازم كل شيء يكون عنده. تقدر كاين إجابات واحدة أخرى على كل حال. واش دير كي تنوض دبزة؟ هو قال لك نفك صف كي يكون خويا. نعيط لابوليس. مية من الناس ما يعيطوش لابوليس، وكاين اللي يهربوا. صاديبو مع شكون ضادت. اذكر كتاب نلقى، انا نهرب سيسي. اذكر كتاب نلقى فيه اسئله واجوبه. سهل، اسئله واجوبه. الكتاب ماذا سي لي زانال، كان قلتو لي زانال. اذكر وثيقة ما فيهاش تصويرة مولاها، وقال نقمة. تسمى على لا كارت غريز. كارت غريز. ما قلتهاش؟ لا ما قلتهاش. طب إجابة الباك. الباك. شهادة تاع الباك. فضلوا عائلة زكريا ويشوفها هكذا. البكالوريا عبد الملك أحمد سي فتح. ألو شحال ربحتوا؟ ربحتوا 8 ملايين و630 ألف. مليح. شكر.
خير من والو. يعطيكم الصحه ان توكا ورحت لكم والله غير رحت لكم سيتو في بعض الامور معليش. يعطيكم الصحه بقاو على خير. اما حنا نتلاقاو على بالكم حقا ضربوا داره في فيسبوك فاميلتنا. نقول لكم الله يفرقنا بلادنا حاصل يا من عاش بقاو على خير. ميرسي احمد.